توكسيك ابيتايت، في حاجات كتيره جدا. انحسار الليست زي ما حضرتك بتقول ده ليه حاجتين. اول حاجه ممكن يكون في استخدام خاطئ للفرشه. ودي عمليه مهمه جدا. ما انا لو استخدمت الفرشه في عكس اتجاه الاسنان وبالذات في الاسنان الاماميه سواء العلويه او السفليه، ما انا الفرشه بتاعتي لابد انها تبقى عكس اتجاه اللثه. لا انا بمسك اللثه او السواك وعمال اضغط في يعني اتجاه اللثه. من اللثه للاسنان على طول او من اللثه للاسنان سواء فوق يبقى من فوق لتحت. طب تحت يبقى من تحت لفوق. تمام، انما العكس ده هيبدا من عمال اضغط في اللثه فبتنحسر بتنكمش بتهرب وتطلع لفوق شويه. الجزء اللي هتسيبه ده الحقيقه الجزء ده غير مغطى، احنا قلنا ان طبقه المينا بتيجي لغايه الجذر لغايه تحت اللثه. لغايه جذر بدايه الجذر. فلو انا يعني كشفت هذا الجزء من جذر الضرس او السنه فاصبح هذا الجزء الغير مغطى بطبقه المينا هيعاني من الحساسيه الكبيره جدا. طبعا دي بتسبب الم. بتسبب الالم. تمام. يعني فطبعا ده نوع تاني من انواع الالام اللي بتسببها الاستخدامات الخاطئه لفرشه الاسنان. علاجها بسيط. في معاجين اسنان مشهوره جدا كل الناس عارفاها اللي هي بتبقى للحساسيه الاسنان. تاني حاجه ان في مواد حديثه جدا انا بعمل عمليه طلاء لهذا الجزء، يعني بقفل شويه الانابيب اللي موجوده اللي هي الدنتينال تيبيولز بحيث ان انا امنع الالام اللي تبقى موجوده فيه.